يعني عارف الدنيا مشاغل وكل واحد حماسه مغطي عينيه. بقى سماح حسن ومعايا اربع ولاي ولاين وبنقين، معايا علي الكبير في سنه رابعه هندسه حلوان اوكولوجيا للمعلومات، ومعايا قلع الاول على الاموريه في سنه ثالثه عقائي، ومعايا ملك ثاني عقائي وقلع الاولى على الاموريه في سنه سته ابتدائي، ومعايا مريم في خمسه ابتدائي ومفوقه كل سنه شقيق تقير، ومعايا عقائي خمس سنين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا بيرقيني في عيالي، والحمد لله رقيه وحكمه رقيه بحكم ربنا وحمقه الف مره، الحمد لله رب العالمين. انا بقالي 10 سنين في الشارع، كنت ببيع زرع، وبعدين لما قعدت وبتشقرف على رجلي واقول لي عمليه في رجلي، ابقى ايه اعمل؟ قلت قعدت في البيت ثلاث شهور، وبعدين قلت لا القعده ملهاش، عشان ما فيش مرور اخذ لقاني، ما فيش باب رزق يعني ان احنا نصرف يعني وناكل ونشرب منه. قمت قايله لا، قمت خالع على ام بابا البؤاز وملأ وعلي ساعدوني، ونزلت فرشق في المكان بتاعي وقعدت بالحمص، والناس هنا رحبت بيا قوي والله الحمد لله. رقت قلبي من 2019 وعامله اعامه في قلبي، والوقت بقت مريضه سكر واثر على رجلي، عملت تقل في العظمه في رجلي اليمين، والحمد لله الحمد لله الف مره، الحمد لله رحمه وشكره مليون مره. عايزاهم يطلعوا نائب يعني صالحين في المجتمع، عايزاهم يطلعوا حاجه كويسه، مش عايزاهم يطلعوا زي من غير شهاده يلوسوا ويتعبوا زي ما انا متعب، عايزاهم يطلعوا حق صالح، والحمد لله عيالي ما بيسيبوش فرق وبيروحوا احفظ قران، والحمد لله مراعيني الحمد لله رب العالمين. نفسي في شقه في القر ارحمني من السلم، ونفسي الحق الاني انزل زرع بقى واقف زرع واشتغل، عشان الموسم برقو اخر بقى رمضان برقو والحر برقو ما فيهوش حم الشام، ارقى امارس اني مهني انا عن الميزان ما فرقش في الميزان ومعايا الميزان في البيت، هو قال انا نفسي فيه من ربنا وربنا ما فيش حق بعيد عنه ابدا، والحمد لله. صباح الخير يا اخت ام علاه. السبعة اللي بتبص لفوق، برافو. يلا الثمانية بقى بتبص لتحت، الثمانية بتبص لتحت، لا بص لتحت مش زاوية، ايه بص يا عوي. ماما ماما يلا شكلها حلو، يلا ثمانية بص لتحت ماما. يا ربي بقى ننزل عشان اسطول شاطر، برافو. يلا تحت الألف ايه؟ جيم. لا ب ب ب ايه، احنا هنخرف ولا ايه؟ قرصص يا مالك. طب مالي ما تضرب يا هتموتني. طب بس اسكت يا القرص. طب دي واحد. ابعي عداي. ايه حقر في قرب اعمل كل حاجه، لما كنا بنبيع خقار. واعمل لي كل الاكل. بتعمل ايه في رمضان؟ والله بص في رمضان طبعا اكون سليمه. كنت باقي هنا بعمل الاكل، بنزل الصبح الساعه 5 الفجر. اروح اقيب الزرع بتاعي واقيب حقي ونفرش واسيبها هي بقى على العصريه ايه ولا الظهريه، وايه اعمل الاكل واظبط لو في مقارس ولا في قروس، مفيش بقيب حقي وهي نايمه، امي صحياها ولا امي بشق في ايه؟ البيت في ايه؟ قوم بقى اعمل لي الاكل واعمل لي كل حاجه ونيجي نفطر وبعدين ننزل تاني بعد الفطر.